ذا أنتبولي تعبوا جدا بسبب الهجمات المستمرة من غير سبب، عشان كده مستعمرة النمل بيتعاونوا مع بعض عشان يقضوا على لوكاس المدمر واللي اتحكم عليه عيش بينهم في المستعمرة. في ليلة من الليالي، في وقت ما كل النمل في المستعمرة كانوا نايمين، زوب بيروح يدور على العنصر الأخير اللي محتاجه عشان ينهي جرعته. بعد أيام من البحث، الساحر أخيرا بيلاقي بلورات النار، بيطلب من سبندل ينور المكان، وهو بيستخرج المعدن من الصخور. باقي النمل اللي كانوا نايمين تحت بيتعصبوا منه بسبب الصخور اللي بتقع على راسهم، بيأمروا زوكي يروح ينام، بس بيطنشهم وبيكمل حفر عشان يخلص مهمته. بعد شوية صغيرين، الساحر قدر أخيرا يدمر الصخور ويجمع البلورات. تاني يوم الصبح، العمال بيرجعوا لشغلهم، وكالعادة بيقطعهم المدمر. عش النمل بيكون موجود في حديقة بيت عيلة نيكان، هناك بيعيش لوكاس مع والده ووالدته وأخته تيفاني. الولد ما عندوش أي أصحاب، ودايما بيتعرض لتنمر من أطفال الحي، خاصة ستيف واللي بيكون أكبر واحد فيهم، عشان كده بيستخدم قوته وحجمه عشان يخوف العيال في الحي. وعشان العيال يتجنبوا تنمره عليهم، نيكي والباقيين بيشتروا دماغهم وبينضموا ليه، لكنه برضه ما بيسيبهمش في حالهم، بيدي لوكاس العلقة التمام، وبعدها بيمشي مع عصابته. لوكاس بيكون متعصب جدا، بيطلع مسدس المياه بتاعه وبيهاجم عش النمل عشان يخرج عصبيته. في الحقيقة دي مش أول مرة، كل ما يتعرض للإهانة بيروح يهاجم عش النمل كوسيلة يعني ينفس عن غضبه. بسبب هجماته المتكررة، خلاص المستعمرة كلها بقت عارفة على إنه المدمر. زوج بيحاول يصده وبيهدده ويستخدم سلطته وسحره عليه، لكن لوكاس بيشوط عش النمل برجله وبيرمي بعيد. هوفا بتحاول تتكلم معاه، قال يعني هيسمعها ويوقف هجومه، بس محاولتها كلها بتفشل. زوج بيكون عايز يمنعها قبل ما الولد يفعصها. لوكاس كان خلاص هيقضي عليهم هما الاثنين. والدته دورين ندهت عليه من جوه البيت، قالت انها هتروح في رحله رومانسيه مع جوزها فريد عشان يحتفلوا بعيد جوازهم. بتودع لوكاس، لكنها بتحس انه متضايق، بتساله ايه اللي حصل، بس بيكون متعصب وبيقول لها تمشي. الزوجين بيسافروا وبيسيبوا ولادهم تيفاني ولوكاس مع الجده مامو اللي موجوده في الدور الثاني في البيت، بس الجده بيقع منها طقم اسنانها في الجنينه. لوكاس بيطلع لاوضه جدته عشان يرجع لها الطقم، بيكتشف ان الست العجوزه بتبني حصن في غرفتها. لما سالها بتعمل كده ليه، كل اللي الجده قالته انها بتستعد لغزو الفضائيين. في نفس الوقت، زوج في المستعمره كان شغال على جرعته، بس في حاجه بتمنع سحره انه يشتغل. الساحر بيفرك بلورات النار في بعضها، لكن السائل ما بيتغيرش لونه زي ما كان مستني. هوفا بتحاول تشجعه، بس رئيس المجلس وصل في الوقت المناسب، بيقطع الاتنين وبيقول انه بسبب هجمات المدمر المتكرره مخزون الاكل قل بكتير عن المعتاد. بيسال لو كان عند زوج اي حلول. الساحر بياكد له انه هيقدر قريب يخلص جرعته واللي هتنقذ المستعمره. تاني يوم الصبح، لوكاس كان بيسأل عجب، ستيف فجأة رمى عليه بومب وصواريخ، بعدها رمى واحدة ومشي، بس الحمد لله اتعطلت قبل ما تفرقع. لوكاس بيتغاظ قوي، بيبص لعش النمل وبيخطط لهجومه الجاي. في اللحظة دي، زوك كان لسه شغال على جرعته، بيكتشف إن بلورات النار مش شغالة بسبب خدوش فيها، بيستخدم صمغة عشان يغطي العيوب دي. بعدها الساحر بيحاول مرة تانية، وأخيرا الجرعة بتبقى جاهزة. وقت ما كانوا بيحتفلوا، بيتفاجئوا بتيار مية قوي جدا بيغرق عش النمل وبيسحبهم كلهم معاه. المكان كله اتدمر تماما. الحمد لله لوكاس بيقطعه راجل غريب، قرب منه وقال له انه تبع شركه اباده حشرات اسمه ستان، وان والده فريد طلب خدمتهم، بس نسي يمضي على العقد قبل ما يسافر. الراجل قدر يقنع الولد يمضي على الورقه مكان والده. بعد الفيضان، زوك وهوفا بيخرجوا من الميه، بيكتشفوا ان سبندل قدر ينقذ الجرعه، بيفرحوا جدا وبياخدوها ويروحوا لرئيس المجلس، بس بيلاقوه مدفون بين الصخور ومحبط بسبب وضع المستعمره. بيزيد القلق عند النمل اكتر بعد الموقف ده، لأن أصلا كل الهجمات حصلت من غير أي سبب ومن غير حتى ما يستفزوه. في اللحظة دي، الساحر عرفهم إنه خلص جرعته، وبالليل قابل مجموعة نمل عشان يبدأوا في تنفيذ خطته. الفريق الصغير بيدخل البيت وبيمشوا لحد أوضة لوكاس. لما بيوصلوا هناك، زوج بيصب السائل في ودانه، وفي ثواني الجرعة بتعمل مفعولها. لوكاس بيصحى من النوم، وفي عز العاصفة بيستوعب إن كل حاجة حواليه بقت عملاقة، وبيلاحظ إنه اتقلص وبقى صغير. بيترعب وبيقع من على السرير، وفي النهاية بينزل في كيس شيبسي. لما بيخرج منه بيلاقي زوج بالفعل مستنيه. بسبب قوة الرعب، الجدة موما بتقوم من النوم خايفة، بتروح لغرفة لوكاس عشان تطمن على الولد انه كويس. في الوقت ده بتشوف حفيدها في المنظار والنمل شايلينه، وفي النهاية بياخدوه بره البيت. الحشرات بترميه في المستعمرة، بعدها بينقلوه للمكان اللي هتتم فيه محاكمته. كل النمل كان مستنيين هناك عشان يشوفوا اللي هيحصل، بيندهشوا لأنهم أول مرة يشوفوا إنسان من قريب. الحراس بيسحبوه وبياخدوه للمجلس. فوغاكس بيقرا التهم المنسوبة ليه، وبيعلن عن دخول الملك واللي هتقول الحكم النهائي عليه. الملكة بتقرر ما يقتلوش الولد، لأنهم لو قتلوه هيحموا نفسهم بشكل مؤقت، بس الخطر هيفضل موجود، وممكن بعد فترة البشر التانيين يهاجموهم. الفكرة في إجبار لوكاس إنه يعيش معاهم في المستعمرة عشان يتعلم إزاي يكون نملة، وبالطريقة دي هيقدروا يبنوا مستقبل أفضل لكل النمل. هوفا بتعرض عليهم إنها تتولى أمر تعليمه في الرحلة دي،
تاني يوم الصبح بيبدأ التدريب، بس لوكاس كان بيحاول يستخبى منها ويحط خطة للهروب. بعدها بيعمل لنفسه هدوم من الحاجات اللي لقاها حوالين المستعمرة بمساعدة هوفر، لأنه عارف إن مفيش فايدة من الهروب، يعني في كل الأحوال مش هيرجع لطبيعته غير لما يتعلم إزاي يبقى نملة. هوفا بتعرض عليه تساعده عشان يلاقي مكان ليه في المستعمرة، بتحاول تدخله في فريق لأن المدربة تبقى صاحبتها. كريلا بتحطه مع الفريق الأزرق وهو فريق الولاد في المستعمرة. الاختبار الأول، لازم كل فريق يشتغلوا مع بعض في عمل جماعي عشان يتجنبوا العقبات اللي هتواجههم ويجيبوا قطع الجيلي واللي بيقولوا عليها الصخرة الحلوة ويرجعوا تاني للعش. الفريق اللي هيرجع الأول هيكون هو الفايز، بس عشان ده يحصل لازم الفريق كله يوصل وما يفضلش منهم ولا واحد ورا. كريلا بتبدأ الاختبار. أول تحدي لازم يواجهوه هو إنهم يعدوا شرخ في الأرض. الفريق الأزرق بينضموا لبعض عشان يكونوا جسر، لكن لوكاس بيقرر يعدي لوحده، والنتيجة إنه بيقع في الشرخ. طبعاً بيحتاج زمايله ينقذوه عشان يقدروا يعدوا بركة المية، واللي برضو لازم يشتغلوا كفريق مرة تانية. بس في النهاية لوكاس بيتفك من باقي الفريق بالغلط وبيتحتف بعيد وبيلاقي نفسه قدام الصخرة الحلوة. النمل بيتحمس جداً بسبب سرعة الولد. فريقه قرر يستخدم نفس الطريقة عشان يطيروا ويوصلوا لهدفهم بسرعة. دلوقتي التحدي هو إنهم يرجعوا للمستعمرة قبل الفريق الأحمر. بيحتاجوا يطلعوا على الصخرة، بس لوكاس ما بيقدرش يطلع زي النمل. زمايله بيحاولوا يساعدوه، بس الفريق الأحمر بيقدر يوصل لخط النهاية الأول وبيفوزوا في نهاية اللعبة. هوفا بتحيي لوكاس على أدائه، بس بيقول لها إنه مش كويس في العمل الجماعي. وهما بيتكلموا هوفا حست بحاجة بتقرب منهم، بتسحب الولد بسرعة وبتجري عشان يوصلوا لمكان آمن. بعد شوية بيقرب مجموعة دبابير من المستعمرة وبيخطفوا فيهم. في الوقت ده النمل بيتحد مع بعضه عشان يهاجموهم وبيرموا حجارة على أعدائهم. واحد من الدبابير هاجم كريلا، بس زوج جه وأنقذها، ضرب الحشرة في راسها بقوته السحرية وجري عشان يساعد هوفا اللي تعرضت للهجوم وهي بتحمي لوكاس. الساحر طلب منه يساعدها، بس لوكاس بيخاف وبيقرر يهرب. زوج بيجي عشان يساعدها، بس الدبور بيخطفها وبيطير بيها بعيد. في نفس الوقت في دبور تاني بيلحق لوكاس، وساعتها بيجي في دماغه فكرة، بيجري عشان يستخدم البومب اللي كان مرمي في الحديقة وبيقدر يتخلص من الحشرة. لوكاس بياخد حتة إزازة وبيوجه أشعة الشمس للفتيل بتاعها، وفعلا النار بتمسك فيها. الدبور بيحاول يقضي على لوكاس، بس الإبرة بتاعته بتغرس في البومب. لوكاس بيجري بعيد قبل ما تنفجر. في اللحظة دي زوج بيظهر، وللأسف هو كمان بينفجر فيه البومب. الدبور اللي كان شايل هوفا بيخاف فبيرميها وبيهرب مع السرب بتاعه. النمل لما شافوا أعدائهم بيهربوا بيقولوا إن الفضل كله للمدمر وبيشكروه عشان أنقذ المستعمرة. لكن زوج بيكون متعصب جدا من اللي حصل، لأنه عارف إن لوكاس أصلا كان بيحاول ينقذ نفسه بس مش أكتر. بالليل بيحتفلوا بانتصار المستعمرة. فوغاكس بيجيب الرحيق عشان يتعشى. لما لوكاس بيشوف أصحابه الجداد مستمتعين بالأكل بيقرر يجربه هو كمان، بيلاقيه لذيذ وبياكله كله. فوغاكس بيروح يجيب له تاني، وهنا بقى لوكاس بيكتشف إن اللي بياكله ده بيبقى فضلات اليرقات. وقتها بيحس بوجع في بطنه رهيب. هوفا بتديه جزر نبات بتحطه في نقطة مية، وبعد ما بيشرب الدواء بيتقرع بصوت سمع في المستعمرة كلها. بعدها بيحس بتحسن. بعد ما خلصوا عشاء هوفا وفوغاكس وكريلا قرروا ياخدوا الضيف عشان يقابلوا الملكة الأم، ودي اللي خلفت كل الملكات في كل المستعمرة. في الطريق لوكاس بيشوف رسومات على الحيطة واللي بتحكي تاريخ المستعمرة. أخيرا بيشوف صورة أسطورة النملة الأم واللي بتقول إنها هترجع في يوم من الأيام، والرحيق هينزل فريش من السماء زي المطر. وهنا لوكاس بيفتكر انه مضى على عقد مع مندوب شركة المبيدات، جري بسرعة للبيت عشان يحاول يوقفه. كريلا بتحاول توقف لوكاس، بس بيوعدها ان لو اصحابه ساعدوه هيقدروا ياخدوا صخور حلوة كتير زي ما هم عايزين. وهم بيعدوا من تحت الباب بيلاقوا قدامهم سجادة تقيلة وعالية، وده هيبطأ حركتهم. عشان كده بتيجي في دماغ لوكاس فكرة، ممكن يستخدموا اوراق الورد زي الباراشوت. بيطلعوا على الترابيزة وكل واحد فيهم بيشيل ورقة ومستنيين لوكاس يقول يلا عشان ينطوا مع بعض. لما بينطوا هوا المروحة بيطيرهم، وبكده قدروا يتحركوا في الأوضة براحتهم، لكنهم بيسيبوا فوغاكس لسه واقف مكانه، ولما بيجي يطير بيقع جوه المروحة، بس حظه كان حلو وقدر يخرج منها عايش. بتروح المجموعة كلها على المطبخ، وبيلاقوا هناك قطع جيلي كتير. بيجري لوكاس على التليفون، وفوغاكس وكريلا بيروحوا ياخدوا الحلويات. لوكاس بيطلب رقم ستان مندوب شركة إبادة الحشرات، لكنه بيكتب آخر رقم غلط، بيرن وبيرد عليه عامل في مطعم بيتزا، بس لوكاس فاكر إن ستان اللي بيكلمه، وبيقول له إنه عايز يلغي العقد. لما بيخلص المكالمة بيحس إنه مرتاح. بعدها التليفون بيرن وتيفاني بتيجي عشان ترد. لما بتخلص المكالمة بتشوف فوغاكس اللي بيجري يمسك قطعة جيلي، بس تيفاني بتضربه، وكل اللي بتفكر فيه هي إنها تقتل الحشرة المقرفة دي. بس الجدة مامو بتجري بسرعة توقفها. بتكون الجدة خايفة إن تيفاني تكون قتلت لوكاس، هي عارفة إن حفيدها تقلص لحجم نملة. بتكون الدنيا ضلمة لما المجموعة بيرجعوا عش النمل. زوج بيكون فرحان جدا إنه شاف هوفا. الساحر كان قلقان جامد على حبيبته اللي اختفت من غير تفسير. لما بيكتشف انهم كانوا في عش بشر، زوج بيتعصب لان المكان ده متحرم عشان خطير جدا. عشان يتجنب ان لوكاس يحط هوفا في خطر تاني، بيهدده انه مش هيديله الدواء اللي هيرجعه لحجمه الطبيعي تاني.
وده لأنه بيشكل تهديد ليهم. لوكاس بيخاف وبيجري. ساعتها زو بيدخل المستعمرة. لما هوفا بتشوف حبيبها لوحده بتسأله فين لوكاس. الساحر بيقول لها انه اختفى. في البداية هوفا بتتعصب وبيخيب أملها في زو، وبتروح بعدها تدور على لوكاس. فوغاكس وكريلا بيقرروا يروحوا معاه لأنهم عارفين ان لوكاس مش هيقدر يقضي الليلة لوحده. في مكان تاني لوكاس كان قاعد على طرف البحيرة وزعلان انه مش هيقدر يرجع البيت تاني. في الوقت ده بيقابل خنفسة واللي بتختفي لما لوكاس بيغسل وشه. بعدها لوكاس بيدور على الحشر وبيكتشف ان في ضفدع مستخبي في البحيرة. الضفدع مستعد انه يفترسه. بيطلع لسانه عشان يحاول يشفط لوكاس في بقه. وقت ما لوكاس بيجري اصحابه بيلاقوه. دلوقتي بيجروا كلهم من الضفدع. النمل بيقدروا ينقذوا نفسهم بانهم يطلعوا على ازاز الصودا، بس لوكاس ما بيعرفش يعمل كده. بيقدر يطلع كام سنتي، بعدها بيتزحلق والضفدع بيبلعه. بيظهر زوك في الوقت الصح لما بيشوف فوفا زعلانة على لوكاس. بيحس بالذنب وبيقرر يتدخل. لوكاس بيقابل الخنفسة اللي شافها جوه بطن الضفدع. كمان بيلاقي خنفسة بتنور وناموسة. لما بيشوفوا حشرة ميتة وسط القرف اللي هم فيه كلهم بقوا قرفانين وعايزين يسيبوا المكان ده. بره بيكون زوك بيستفز الضفدع بهدف انه يبلعه هو كمان. بيمسك جزر في ايده وبيخطط انه يستخدمه عشان ينقذ لوكاس. بالفعل الضفدع بيبلع زوك، واول ما بيدخل بيغرز الجزر جوه معدة الضفدع. بيبدا السائل جوه معدة الضفدع يعمل فقاعات. بعدها على طول الضفدع بيرجع وبيقدروا يخرجوا من بطنه بسلام. اول ما بيطلعوا بتحتفل الناموسه بحريتها، بس يا فرحه ما تمت لانها بتتبلع من ضفدع تاني. بيتقابل زوك ولوكاس مع النمل التانيين، وهوفا بتسامح حبيبها. ولانهم بعيد عن المستعمره بيقرروا يخيموا في مكانهم. الصبح فوغاكس بيكون اول واحد بيصحى، بيشوف النمله الام رايحه المستعمره. ساعتها بيبدا يصرخ جامد واصحابه بيصحوا على طول. لما لوكاس بيبص بيكتشف انها عربيه ستان مندوب شركه اباده الحشرات. وقتها بيكتشف ان الخطه اللي هو عملها فشلت. في اليوم ده كل افراد المستعمره بيكونوا مبسوطين ان النمله الام وصلت اخيرا، بس زوك بيقول لهم الحقيقه. لوكاس بيقول ان الراجل هيبخ سم وهيقتل كل اللي في المستعمره. لما بيسالوا ازاي عرف كل ده بيعترف لوكاس ان هو اللي عينه. رئيس المجلس بيؤمر الحراس يخلصوا عليه، بس لوكاس عنده فكره. بيقترح ان زوك يستخدم الدواء بتاعه ويقلص الراجل زي ما عمل فيه. بعدها بيروحوا مع بعض العش الدبابير يطلبوا المساعده وبيعرضوا حياتهم للخطر. الدبابير بيوافقوا يساعدوهم يخلصوا من ستان. بيركبوا على ظهر الدبابير وبيطيروا لحد راس ستان، لكنهم بيلاقوا دانه محميه بالسماعات. ستان في الوقت ده بيخلص على كل الحشرات اللي بتهاجمه. لما بيجي يعيد شحن الجهاز بيخلع السماعات. وقتها لوكاس بيحاول يهاجمه، لكن الدبور اللي كان راكبه بيتخبط وبيقع لوكاس على راس ستان. هناك لوكاس بيلاقي براغيث وقشره كتير. ساعتها ستان بيهرش في راسه. لوكاس بينط على وشه عشان يهرب، لكنه بيقع على مناخير ستان وبيترمي لوكاس بعيد لما ستان بينفخ من مناخيره. بس هوفا بتلحقه. وقت ما بيكونوا فاكرين ان كل حاجه تمام بيتهاجموا وبيقعوا على الارض. الدبور بيقع على هوفا وما بيقدرش الاثنين يتحركوا. لما لوكاس بيشوف الدخان بيقرب بيفكر يهرب، بس بيفتكر ان النمل بيشتغل بتعاون وبيرفض يهرب ويسيب مجموعته. بيرفع الدبور بايده وبتقدر هوفا تتحرك، وبكده الثلاثه بيقدروا يهربوا. بيبقوا جنب صندوق البريد، فبتطلع هوفا وبيطلع لوكاس وراها، بس بيبان ان الدخان بلعه. المفاجأة ان لوكاس قدر فعلا يطلع على القطعة الخشبية وبينقذ حياته وحياة الدبور. بعد ما بيركبوا مع زوك دلوقتي عندهم خطة جديدة. بدل ما يصب الدواء في ودان ستان بيحطوه على إبرة الدبور وبيلسعوا ستان. بعدها الراجل بيتقلص، بس ما بيبقاش في حجم نملة، بيكون في حجم طفل. دلوقتي هو ما بيقدرش يعمل لهم حاجة، فبيتجمع الدبابير المتبقية مع بعض وبيهاجموه. بيكون ستان قصير جدا انه يفتح العربية، فبيسرق عجلة وبيركبها عشان يهرب. في الآخر بيرجعوا للمستعمرة وبيعلنوا لوكاس المنقذ بتاعهم. وقتها بتظهر الملكة وبتديله حريته قبل ما يمشي وبيودع أصحابه. وزوج بيديله الدواء وبيودع بعدها هوفا. بيخرج لوكاس بره، وبعد ما بيشرب السائل بيرجع لطبيعته. الجدة شافت اللي حصل من منظرها وبتبقى مبسوطة جدا إن حفيدها رجع. بعدها بكام ساعة بترجع عيلة لوكاس من الرحلة. بيجري لوكاس يحضن والدته. لما أهله بيروحوا يدخلوا شنطهم بيجي ستيف وشلته عشان يضايقوا لوكاس، بس لوكاس ما بقاش زي زمان وبيقرر يواجهه. ستيف بيتعصب جامد على نيكي وبيهدده إنه هيضربه. بيتجمع لوكاس وكل العيال الضعاف وبيحاربوا ستيف الظالم. العيال الصغيره بيكونوا متحمسين وبيجروا ورا ستيف، لكن ستيف بيطلع في الاخر جبان وبيجري منهم. بما انهم ما بقوش تحت رحمه ستيف المتنمر خلاص بيقولوا لوكاس يلعب معاهم، بس قبل ما يروحوا يلعبوا لوكاس بيرمي قطعه جيلي كتير عند مستعمره النمل. شكرا على المشاهده، اشتركوا عشان تتابعوا كل الجديد من فيلم جديد.